اليوم احنا نعرف عندنا محور مهم، هذا المحور اليوم يمكن اغلب اللي يسالون عنه هم من يشاهد الشاشه، يريدون يعرفون ممكن شنو الفرق ما بين الصوت والصوره اليوم، تحديدا اللي عندهم شغف وطموح انه يدخلون الشاشه تحديدا للاعلام، ان يريدون يعرفون وين يتجهون، انه بالبدايه يدربون صوتهم او ممكن الشاشه، انه ظهور الصوره افضل. هذه تفاصيل كثير اليوم الناس تبحث عنها وتسأل عنها، ويمكن حتى اللي ما عنده شغف بهذا الموضوع انه يتعلم او يدخل في هذا المجال يحب يعرف خلف الكواليس شنو النجاح وين. حتى نتحدث اكثر بهذا الموضوع وبهذا الجانب راح يكون ضيفنا الاعلامي ياسر، نورتنا. اهلا وسهلا بيك. كل الهي ياسر. صوتك بالغنى بشي اصلا الاغنيه ما سمعت من هذا الشيء، بس انت تدندنين. اني صوتي جميل. شفتي بالله؟ بس بالاغنيه. بس بالاغنيه. بس يعني انصحكم لا تتابعوها. لا اسمعوها وهي تغني. يعني انا بالجو ما راح اجازف، يعني ما راح اجازف اغنيه، فقبل الكواليس تمام. بالحاشي صوتك حلو. يعني احنا بديناها بالصوت ياسر؟ والله حلو. بديناها بالصوت، لان صوتك اليوم متمكن، انت اليوم تداهرنا بهذا الموضوع. والله متمكن بالتعليق الصوتي، اما بالغنى همين انصحكم ما تتابعوني. اه حلو، برافو، برافو ياسر، نورتني ياسر. الله يخليك. من زمان وانا حابه اسوي وياك لقاء حتى اتعرف على تفاصيل كثيره، تقليل اللقاءات. يعني تقريبا اي نعم، هناك اغلبها انه التقي بالفنانين، التقي بالاعلاميين، مو يلتقون بي، هيك تصير يعني. بالضبط، هسه انا راح اجيك على هذا الجانب، لكن يا ستار مبدئيا يا ستار، لا ان شاء الله يعني حوار يكون ما بي اي مشاكل ان شاء الله. ما نوخح، ما حاسسك حاسس محاضرة قناة ياسر. اكو هواية اسئلة الناس تسأل عنها اليوم، تحديدا حتى يمكن بالوسط الاعلامي والفني، يسألون الفرق ما بين الصوت والصورة اليوم مجال الاعلام. الفرق بين الاذاعة والتلفزيون فرق كلش كبير. الاذاعة اذا جينا عليها من حيث الصعوبة هي اصعب، لانه احنا قاعد نخاطب شخص كأنه ضرير. ولازم نقنعه، لان هو الاعلام فكرته هو عمليه اقناع، زين انا شلون ممكن اقنع شخص بصوتي فقط؟ فهنا الاحساس لازم يكون حاضر، الصدق بالكلام اللي تقوله، واختيار المفردات يكون دقيق جدا. فالاذاعه اصعب من حيث النطق ومخارج الحروف والاداء من التلفزيون، لان التلفزيون بصوره وصوره تعادل الف كلمه، يعني ممكن المذيع يطلع يقول سطر واحد والصورة هي اللي تعبر. طيب الصوت يحتاج للصورة ولا الصورة تحتاج للصوت؟ لا هو بكل يعني أمانة، يعني احنا اليوم نشوف شنو اللي يحتاج. الموضوع واحد يكمل الثاني إن صح التعبير، مو قصة احتياج بقدر ما هو بشنو محتاج. يعني قبل الإذاعة ما يحتاج الصورة، بالتلفزيون بحاجة إلى الاثنين، ولكن ممكن نستغني عن الصوت مثل ما نشوف في بعض الأحيان للمتلقي. بالضبط، الكاميرا يعني مثلا مرات شايفة هاي الصورة تتحدث، ما عندنا شيء، عندنا بس صورة هي تحكي، صار بركان، صار زلزال. السوشيال ميديا لازم الاثنين. السوشيال ميديا ممكن يعني حتى الريلات، حتى الافكار ما تضرب اذا ما تكون الاثنين موجوده. طبعا انا كنت اريد اقول انه انت اليوم لك اهتمام بهذا الجانب، جانب السوشيال ميديا، لكن اليوم خلينا نبدي من ياسر المذيع، مذيع الاخبار. اغلب الاعلاميين واغلب اليوم المقدمين البرامج من يوصلون ليفل مذيع اخبار خلاص هو بالتوب، مستحيل يرجع للخلف، مستحيل ينزل لي ممكن مراحل اقدم. احنا نعرف يمكن كل مقدم برامج بدايه يبديها بالمراسله، يتعلم على الشاشه ويتعلم على يوم تبادل الحوار والاسئله وهذه التفاصيل. اليوم ياسر هو مذيع اخبار، لكن بعد مده طويله تقريبا 8 سنوات رجع مراسل، ومراسل في المهرجانات. شنو سبب اختيار هذا الموضوع؟ وهل انت يعني كنت صائب باختيار هذا الموضوع انه ترجع لي المراسل؟ هو اشكرك على السؤال، هو ماكو هيك شيء نظريه، يمكن بس عندنا بالعراق البعض يعتبر انه الليفل الاعلى هو مذيع النشره الاخباريه، ماكو هيك شيء. بالبي بي سي نظامهم على سبيل المثال انه المراسل له اهميه بقدر ما له لمقدم البرامج البي بي سي على سبيل المثال، ولكن هو ككل كل المؤسسات خارج العراق تحترم كل شخص، حتى المصور الفني المخرج والى اخره. ماكو شيء اسمه وصل ليفل معين، لان كل واحد يؤدي مهمه او مهمه لازم يوصلها للناس. ليش مذيع النشره الاخباريه اهم من المراسل؟ والمراسل هو اللي يكتب التقرير ويطلع ويكون بالميدان وتحت القصف مباشره على سبيل المثال. فهاي النظريه موجوده عند البعض،
او موجوده عند البعض الاعلاميين عندنا بالعراق، وهذا الشيء مو صحيح. الاغلبيه، حتى لنقول البعض، ممكن للاغلبيه، ولكن انا اتحدث عن العراق. اي اغلبيه، ولكن كوطن عربي صراحه يعني لا. يعني مع جل احترامي لكل مذيع الاخبار، لكن يوم مذيع الاخبار انت تشوفه حتى هو علاقاته سطحيه. ما هي النظره، النظره خطا. يعني ليش مذيع النشر الاخباريه اهم من المقدم برامج؟ على اي اساس؟ يمكن هو ما معروف بقدر ما مقدم البرامج معروف. فعلى اي اساس تم اختياره على انه هو الافضل؟ بالمناسبه انا مو جاي انتقص من مذيع النشر الاخباريه، انا مذيع النشر الاخباريه، ولا انتقص من المراسل، واحد يكمل الثاني. احنا نصنف التفاصيل. لا لا ادري انت تصنفين، انا اقصد كناس شلون تفكر انه واو هذا مذيع نشر اخباريه، واو هذا مراسل، واو هذا مصور، ليش لا؟ بالنسبه للمراسل هو مو اختيار اني اكون مراسل بقدر ما هو حوار ويا الفنانين والى اخره. من بعد برنامج الي على السوشيال ميديا اكتشفت بنفسي انه انا عندي قدره على انه اطلع من عندهم اشياء بالقفشات ان صح التعبير. يعني هو مو مراسل، مراسل بمعنى الحقيقي اللي اشتغلته، ولكن يعني نشوف هسه بالوطن العربي ما راح اذكر اسم، بس اكو اعلاميه تشتغل ريد كاربت، وعندها سابقا كانت تقدم اخبار وحاليا تقدم برنامج، وهي بكل ايفنت موجوده على الريد كاربت. ما شفنا اي واحد قال انه هذا الخلل ليش صار؟ ليش؟ انه انت هذا الليفل هذا حصرت نفسك، طيب انا طاقتي تتحمل كل شيء. ليش ادفنها بالاخبار بس؟ وانا اكتشفت انه الاخبار دفنتني بصراحه، يعني كعمر انه ظليت بالاخبار، وصلت الليفل، حاورت هواي سياسيين، وبالاخير طيب انا احس انه الريلات فادتني. طيب هذا اللي اخذته منك انه انت يعني يمكن كمساحه شهره ضعفت هذه الامكانيه. صح. طيب شنو نقطتك؟ الاخبار، اللغه، الدقة باختيار الكلمة، وصوت الرزين، ذني كلهن بسبب الأخبار. النشرة الإخبارية احنا دا نتحدث عن تلفزيون وإذاعة. نعم. الأخبار اليوم لما نجي نتحدث بيها ممنوع الخطأ. ممكن اليوم تقولين شيء ويا مقدم البرامج اللي مستضيفيته اللي هو زميلك العفو، تتحدثين وياه، اذا اخطاتي كلش طبيعي، اذا باحث اجتماعي كلش طبيعي، راح يضحك السياسي، اذا اخطاتي وياه راح يعصب وراح يصير. طبعا احسنت يوم تدخل المشاهد بهذه الاجواء، بالفعل يوم مقدم البرامج لو خطا حتى الشاشه ممكن يصلح الكلمه، لكن مذيع الاخبار اليوم هو الخطا غير مسموح. غير انه هو قدامه قارئ اوتو كيو، يعني قارئ اوتوماتيكي لازم يقرا بي وما يطلع على النص. فالخطأ عند مذيع النشرة الإخبارية كارثي راح يصير. الستاف كله راح يوقف، السياسي ينتفض، ممكن تجي عقوبة من القناة، ممكن تتعرض القناة كلها للتهديد بسببه. فهذا كله يحملك مسؤولية على أنك تقدم الأشياء الثانية. طيب هذا القرار اليوم اللي حضرتك قررته واختاريته انه ما يكون بمجال، يعني انه انت تشوف مجالك بتقديم البرامج او ممكن مقدم بمنصات او ريد كاربت راح يخليك نهائيا ما تفكر ممكن ترجع للاخبار؟ والله انعرض علي، بس ما حسيت نفسي انه انا موجود بالاخبار بقدر ما انا ابدعت ب مجال اخر. يعني ابدعت يعني كلمه خف كبيره، خلينا نقول نجحت باشياء ثانيه اللي هي افكار. لان تخاف يقولون عليك مغرور وما قلت ابدعت؟ هو مو هي بهاي المعنى، بس كلمه ابداع يعني انك تجي بشيء. شوف هاي اللي كسبتني اياه، انه ابحث عن الكلمه من حيث الاصطلاح والمعنى. الابداع هو انك تاتي بشيء جديد ما موجود نهائيا هذا الشيء. واذا فحصنا الكلمه فنجد انه بديع السماوات والارض، ماكو اي بديع بالكره الارضيه يعني. طيب ياسر احنا اليوم ما عندنا اي مجامله، يعني لا من خلالك ولا من خلالي. اليوم اكو اتهام يعني هو متوجه اليك بانه ياسر مهتم فقط بصوته. اليوم ناس المؤسسات العرافه يختارون فقط ياسر كصوت، هواي جوانب هامله، هل هذا الشيء حقيقي وممكن تعترف به امام نفسك اولا؟ والله هو الصوت شيء جدا مهم انا اعتني به، ولكن اكيد لا. يعني أنا اليوم لما عندي عرافة وأظل ساعتين قدام المراية أحضر أقل التفاصيل، هذا هنا نهتم بالأزياء. لما يكون عندي ستايل الشعر والشكل، وهذا شيء جدا ضروري. لغة الجسد شلون راح تكون، نوع الحفل، ذني الأشياء كلها مكملة للصوت. عرفت شلون؟ فمستحيل لا، كشكل عام لازم تكون على هبة الاستعداد، مثل ما هسه انا جاي الحلقة وهبة الاستعداد، منتظر صاروخ من عندك او شيء، فمو فقط استعرض بصوتي. احنا اليوم ما عندنا صواريخ صراحة، احنا عندنا قنابل. ويلي
يلا منتظركم بالجديد. انت متحمس للقاء، متحمس للحوار، اكو هواي خبايا انت ضامها، انا راح اجي لك عليها. اختيارك اليوم للمنصات او للمجلات الالكترونيه شنو قدمت لك او شنو غيرت بياسر يعني اليوم بهاي المساحه؟ والله راح اقول الشغله من حيث التلفزيون، بالاذاعه لا شويه اخذت مساحتي بالله، بالتلفزيون وبالسوشيال ميديا لحد الان ما ماخذ مساحتي. من خلال يعني ما ظهرت بالصوره، لا اكو ملايين تتابع، يعني مشاهدات جابت ملايين، ومو ملايين لشيء انه فارغ المحتوى، لا هو لملايين لاشياء بها ضربه، بها فكره، بها شو نقول رساله. حلو، يعني لقاء جيد انه يجيب الملايين، مو متعرض للانتقاد. وضح لي اكثر يا رح اوضح لك انه الفكره انه انا ما صرت بالصوره اللي انا اريدها لنفسي بالسوشيال ميديا لحد الان، بدنا نتحدث عن المجلات او بدنا نتحدث عن مواقع التواصل الاجتماعي، لحد الان ما تخليت بصوره عامه إيه؟ بعيدا عن صفحتك. صفحتي هاي ملعبي، هي يمكن هو نقطة النجاح كانت عندي انه انا 3 سنوات الاخيرة جت فترة ما اشتغل ولا بالتلفزيون ولا باذاعة سوشيال ميديا. بس ياسر قدمت منصات ومجلات معروفة يعني اكثر من مو سيئة، مو سيئة. نعم انا الصورة اللي طلعت بيها ما ضافت لك شيء او ما وجدت نجاحك. مو ما نجحت، ما طلعت بالصورة اللي انا اريدها، ممكن الناس تشوفها كلش حلو. الخلل من منو؟ الخلل هو مو خلل بقدر ما انا يمكن طموحي عالي فاطمح الى شيء ليفل كلش عالي مدى يتوفر عندي، مدى يتوفر الي ممكن؟ حسامحك اوكي، حقتنا بالجواب، بس هو اكو خلل اليوم من اكو مكان ممكن لازم يكون اكو خلل، يمكن لازم اقعد ويا نفسي اشوف شنو الليفل اللي لازم نشتغل عليه. ممكن انا شويه ما اطلب. بس اليوم ياسر الناس تختار صوتك. يعني اليوم الناس تختار ونعرف احنا نسمع هوايه. ايضا باحد المجلات واحد المنصات كانوا يقاتلون حتى يوصل لهم ياسر. هذا الشيء مفرح، احنا نفرح. يعني احنا بالتالي اليوم نحاورك بعيدا على انه احنا نريد ناخذ من عندك المعلومات الحقيقيه حتى نوصلها بكل مصداقيه، ايضا احنا اليوم نفرح بانه احنا عندنا هذه الطاقات اليوم، حتى لو ممكن هذه الطاقات ما تعتبر طاقات شبابيه، تعتبر انه انت بمسيره اذا اكثر من 10 سنين فهذه مسيره لك. 10 سنوات صار لي بالمجال الاعلامي من 2013 الشهر الثاني. حلو، بالتوفيق. شكرا. زين اكو افكار تقدمها بصفحتك الشخصيه اللي هي ريلات، تقدم نصائح وتقدم دورات وتقدم انتقادات وتقدم اشياء شيء ما يشبه شيء. هذه الافكار لو قدمتها بشاشه، احنا نعرف اليوم انت حضرتك انتقلت الى شاشه من السوشيال ميديا الى الشاشه، هذه ايضا راح نتحدث عنها، لكن اليوم الافكار اللي تقدمها بالسوشيال ميديا افكار متنوعه. صح، شيء مختلف انه تعدد المحتويات مو محتوى واحد، شيء مختلف عن شيء. صح، اليوم ممكن ينجح بالشاشه نقله نفس المحتوى تنقله للشاشه. والله هو صفحتي عباره عن مجموعه برامج، بس البرنامج يحتاج لساعه نصف ساعه، انا اختزلها بدقيقه وهذا الاصعب طبعا. فنقل المحتوى على السوشيال ميديا للتلفزيون ما اعتبره ناجح. يعني التلفزيون يحتاج لمساحه ونقعد نحكي نبين الاسباب، بالسوشيال ميديا ما مسموح هذا الشيء. فاحنا نشتغل على السوشيال ميديا على 30 ثانيه، لازم توصل الفكره ب 30 ثانيه، بالتلفزيون اذا وصلتها 30 ثانيه وخلصتي المخرج ايش راح يسوي بيني؟ ساره 30 ثانيه وباقي بعد 30 دقيقه شلون تخلصيها؟ المخرج اذا قال كات خلص هاي بعد شفتي؟ باي مكان. طيب ياسر اليوم احنا نعرف انتقالك للشاشه، ايضا اليوم نبارك لك انتقال للشاشه، لكن بسبب انه انت ما لقيت النجاح بالسوشيال ميديا او بالمنصات انتقلت للشاشه؟ لا هو الشاشه انا ابتعدت لان ما لقيت فرصه يعني بالبرامج انه هيك احس انه تطلع الموهبه، يعني حسيتها تكرار لي. فحولت الى الشاشه بنمط برنامج حتى بسيط 10 دقائق بالمناسبه، مو برنامج مطول. وهذا حبيت الاختصار انه حتى لا يصير عندك ملل، وبالعكس شيء حلو ولطيف، وما زلت بالسوشيال ميديا. السوشيال ميديا يعني عندي شيء كلش بكل صراحه ياسر، احنا الان من دا نتحدث تحدثنا اكثر من جانب، صح؟ صح. هل اليوم يعني دا تشوف هذا الموضوع هو تشتت ام انت تحب تجرب كل شيء؟ اليوم اللي ذكرناه هو هواي صح،
هو بس حتى نوضح للمشاهدين بين الانتقاد لبعض التصرفات، فيديوهات توعوية ودورات تدريبية ممكن تكون، وإضافة إلى ريلات وأشياء فنية. طيب ما هي الحياة متنوعة؟ أنت اليوم بس قاعدة بالبرنامج؟ لا أكيد. أنت بس رايحة للسوق؟ لا طبعا. فهي الحياة مرات تطلب من عندك على أنه تكونين واضحة أكثر من جانب، يعني توضحيها. أنا مثلا لما يصير فات حدث معين أو يقتل طفل ويتعذب من قبل والدة، ما راح تطلعين وتنتفضين؟ مثلا او بنشوف مشهد بنيه تم تصويرها من دون رضاتها انه هي قاعده تعيط على مديرتها، طيب وانتشر الفيديو والكل انتقدت البنيه، منو السمح للشخص يصور؟ الكل انتبهت للبنيه على سبيل المثال وقاعدين يعيطون عليها وشنو هالاخلاق، التعليقات كلها كانت هيش، طيب ومنو سمح اصلا يصور هاي البنيه؟ وعلى اي اساس يطلع هذا التصوير؟ فهذا جانب اخلاق، اخلاقيات العمل الاعلامي لازم ايضا تنتشر عند الناس. طيب ياسر، احنا حتى نختصر الوقت، عندنا تقريبا اكثر من سؤال اليوم، اريد بصوره مختصره تكلمني شنو النصيحه اللي تقدمها للشخص اليوم اللي يريد يعني يتواصل مع الناس بصوته، كيف ممكن اليوم هو يختار انه يتحكم بهذا الموضوع، وهل صعب اليوم الانسان يحسن من صوته او الاعلامي؟ لا بالعكس، اول شيء لازم يتنفس صح، وهي هاي اهم نقطه، التنفس الصحيح من الحجاب الحاجز. وخلي اقول لك انه صوتك حلو، بس اذا التزمنا بالحجاب الحاجز والتنفس من الحجاب الحاجز راح نطلع صوت كلش راقي، يلتزم بمخارج الحروف. اكو دورات اونلاين، انا بالنسبه لي ما قدمت شيء عبر الانترنت الا بيكون بشكل مجاني، يعني اركز على فئه الشباب، من اللي يهتم بها؟ اذا شاب يساعد شاب هاي حلوه يعني الفكره. فحتى انت صوتك حلو، يعني انتبهت انه لما كنا نحكي اكو لكنه كلش حلوه، بس تروحين مثلا باتجاه الجواب شو بالله قولي اهلا وسهلا بكم، اهلا وسهلا بكم، احلى من ما صير اهلا وسهلا بكم هيك عصبيه. حلو أي. طيب ايضا اريد اتحدث عن موضوع، احنا انا هواي مواضيع عندي وياك يا ياسر، بس احنا اليوم نحاول الوقت نوصل اللي نريده للمشاهد. اليوم المعلق الصوتي اليوم هو مظلوم بالعراق؟ كلش، هاي بيها لحن. نعم كلش مظلوم، راح تتقطع وراح تنشر. كلش مظلوم، لان برا مثلا 30 ثانيه كلش طبيعي يتعاملون على 400 دولار 500 دولار، هنا بالعراق اقل بكثير. لما انت تتحدثين وياه راسا يقول لك هو فويس اوفر، هو 30 ثانيه، هو 10 ثواني، انا ايش طالب من عندك؟ هاي العشر ثواني تطلب تدريب 10 سنوات يلا حتى يطلع لك هالعشر ثواني، حتى تكون فكره مؤثره بالناس. فجدا مظلوم، وبس بدا ياخذ مساحته بالفتره الاخيره يعني. طيب انا اريد تختم هذا اللقاء بصوت مختلف عن صوتك، باي طريقه اختمها اني يعني ضد تقليد الاصوات، بس بالدوبلاج نستعين بها، يعني انا مع انه الشخص مثلا لما يريد يقول السلام عليكم ورحمه يقولها بصوت الطبيعي، بس بما انه انت تردين فراح نروح الى شخصيه كرتونيه على سبيل المثال، لو مراه كبيره بالسن. اوكي مراه كبيره بالسن. اوكي عشان المشاهدين انتهت حلقتنا لهذا اليوم، نلتقيكم بعد، انتهى دوري بس ويا ساره مكمله الحلقه، دمتم بخير. تحياتي لحضرتك، شكرا ياسر، شكرا جزيلا، شكرا لك ونورتني، وكل التوفيق ان شاء الله. تسلم لي عيوني.